يعني بعد العاملة السودة دي غلطانة؟ يعني نشوف واحدة بتبوسك يا فهد عادي؟ ومين ده بقى اللي بيتكلم؟ فهد السيوفي اللي لما بيعرف بس واحد عاكس بيضرب ويكسر ايده. طب ما بتحكمش في تصرفاتك ليه يا فهد؟ انا راجل يا ريم وبغير عليكي. الغيرة ما فيهاش راجل وست، الغيرة غيرة نفس الاحساس، لكن انت شفت تصرفي غلط لاني ست، لكن الراجل يتصرف براحته. عارف انا بعد كده بقى لو واحدة قربت منك يا فهد ويديني لاجيبها من شعرها، وعايزاك بقى تقولي تصرف ولا مش تصرف. انا قلتها لك، انا ملكك وبس، انت ملكي انا وبس، واللي هتقرب في ملكيتي اقسم بالله ما هرحمها. انا بقول كفاية تدريب دفاع عن النفس لحد كده، انا مش عايز امشي وراكي الم الجثث. بتضحك يا فهد؟ طبعا اضحك وافرح، مع شوكتي الصغيرة بتغير عليا، مفرحش ليه؟ انا بحبك قوي يا فهد، وانا بعشقك يا قلب فهد. قولي فين بقى الجي بي اس التالت، انا محتار ومش عارفة افكر. اتعدل وخد ظهر رينو على صدره ومسك السلسلة. هنا. رينو شافته ماسك السلسلة وبيشاور على الفصل اللي موجود تحت اسم لاري. بحبك يا فهد. رينو صدقيني انت شغل الشاغل، انا ما عنديش حاجة اهم منك، وصدقيني هعملك كل حاجة وساعتها ممكن اطمن شوية. قوليلي بقى امبارح قلتيلي كنت عايزاك في موضوع مهم، لكن انت قلتي خليها بكرة. جه بكرة. سامعك. بصراحة انا كنت عايز اخد رأيك في حاجة مهمة لانها مشتركة ما بيننا. سامعك يا نجمتي. قولي. اوعدني انك ما تفهمنيش غلط، هي فكرة انت لو وافقت عليها يبقى كويس، ما وافقتش خلاص، لكن المهم مش عايزك تفهمني غلط. حبيبتي انا عمري ما فهمك غلط، وبعدين ده حوار ونقاش واكيد هنوصل لحل. قولي يا حبيبتي. سامعك. انا كنت عايزه اجل الخلفه شويه، وقبل ما تزعل هفهمك وجهه نظري. انا محتاجه بس اجلها سنه او سنه ونص، انا رايحه رابعه طب ولسه سنتين كمان وامتياز، وانت بتسافر مأموريات وجنب تعليمي حاسه اني مش جاهزه لكل ده، فانا بقول ان شاء الله سنه واحده بس. ارجوك ما تزعلش، هو الموضوع ده هيجيب زعل خلاص، انا مش عايزه اجل. حبيبتي انا مش زعلان، انا اصلا كنت بفكر في كده. بجد يا فهد؟ اه والله بجد، انا كنت عايزه اكلمك في الموضوع ده وخفت تزعلي مني، لكن انا ما فكرتش في تعليم او سفر، انا فكرت اني اعيش معاكي وانتي في حضني واشبع منك، مع ان ده عمره ما هيحصل اني اشبع منك. فهد يعني انت مش زعلان مني؟ انا فكرت انك هتقولي اني مش عايزه اخلف منك، مع اني والله نفسي اخلف منك عيال كتير. وانا كمان نفسي اخلف منك كتير قوي، بس مش دلوقتي، خليها بعد سنه او اتنين. ايه رايك؟ ولو عايزة نكشف هنا الأول نطمن قبل ما نسبق الأحداث ونشوف موضوع الخلفة دي؟ لا خليها لما نرجع مصر، مش يمكن ربنا رزقني وحصل حمل؟ هنشوف الأول ونكشف، لو ما حصلش بعدها استخدم أي وسيلة، لكن بالله عليك يا فهد اوعى تكون زعلان. حبيبتي أنا عايز أشبع منك أطول فترة ممكنة، وبعدين ترسي صغير وسنة مش هتعمل فرق كبير، وفي بنات في طب بتتجوز بعد ما تخلص وتشتغل كمان، يعني لسه بدري. خليني أشبع منك حبيبي، أنا هعشقك أكتر من كده، بموت فيك يا فهد، بموت فيك يا فهودي. فهودي؟ لا خليني فهد أحسن. عارفة انت لما بتقولي فهد ما تعرفيش بتعملي فيا ايه، قوليلي فهد وبس يا لاري. طب أنا محتارة معاك، لاري ورينو ولارين، فهمني بقى. لارين دي بقولها لك وأنا متضايق وعلى آخري، لاري دي بقولها لك وقت الدلع، أما بقى لما عايز أقولك بحبك وبعشقك هي رينو بس، لاني بعشق رينو نجمتي. عارف انا كل ما افكر ان احنا نرجع مصر كمان اسبوع ازعل. وعد من فهد السيوفي ان كل لما تبقى في فرصه هاخد رينو قلبي ونسافر في اي بلد تشاور عليها. بعد اسبوعين في مصر، فيلا العدوي الساعه 4 العصر، زين وكل العيله قاعده ومراد نازل من على السلم لانه رجع من مأموريه من يومين. تليفون زين رن. ايه ده؟ ده بابا بيتصل. ايوه بابا. زين في ثواني تكون عندي في الشركة، فاهم؟ ثواني وتكون قدامي. زين قام بسرعة، ومريم وريتال شافت وشه اللي اتغير. في ايه يا زين؟ صوت ادم كان عالي ليه هو بيكلمك في التليفون. مراد نزل وسمع الحوار. زين اتحرك وكان متوتر وقلقان. مش عارف يا ماما، ظهر في مشكلة في الشغل، انا رايح له. ريتال قامت ندهت عليه، ركب العربية وتحرك. في ايه يا ريتال؟ قالك ايه؟ قالي مش هيغير هدومه لان بابا ادم كان صوته عصبي جدا ومشي. استرها يا رب، انا خايفه اتصل عليه، ده كان صوته عالي قوي. يا رب سلم استودعتك يا ادم، عند الله استرها يا رب. طيب انا رايح الشركه، انا مش هفضل قاعد هنا واخمن ابويا في ايه. خرج وركب العربيه ومشي. استرها يا رب، يا رب احفظ لي زوجي واولادي. فرحه نازله على السلم وغضبانه، ونازله تقول حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. مالك انت كمان يا فريحه، بتحاسبيني على مين؟
حسب على أعداء الإسلام يا ماما، الدنيا مقلوبة. ليه؟ إيه اللي حصل؟ رئيس فرنسا صدر أوامر منه لحكومته بنشر صورة مسيئة للرسول على مبنى ضخم جدا في فرنسا، وطبعا الحكومة موافقة، والصور دي مش كويسة خالص يا ماما. حسبي الله ونعم الوكيل. ليه كده؟ ليه كل شوية يعملوا كده؟ هنا لله وإنا إليه راجعون. حسبي الله ونعم الوكيل. دي عالم ما عندهاش أخلاق، استغفر الله العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله. مش بس كده، نشرت جريدة فرنسية صور كاريكاتيرية مسيئة للرسول، وأغلب المسلمين في فرنسا محتجين، ومصر والدول العربية مش ساكتة، وفعلوا الهاشتاج بمقاطعة فرنسا، وكمان المسيحيين على السوشيال ميديا غضبانين عشان اللي حصل، ومنزلين هاشتاج إلا رسول الله. زين، تنزل أنت وزياد دلوقتي على الأرشيف وتجمع لي كل الملفات اللي تخص شغلنا في فرنسا، مش عايزكوا تنسوا ورقة واحدة، فاهمين؟ رشوان المحامي: لحظة واحدة بس يا آدم باشا، حضرتك هتصفي كل شغلك في فرنسا؟ دي هتبقى خسارة كبيرة. أنا ما يلزمنيش شغل في فرنسا ولا شركات فرنسا ولا اسم فرنسا أصلا، دول ما يستاهلوش حتى يتذكر اسمهم. وبعدين أنت عايزني بعد ما شوف تصرفاتهم وإنهم يسيئوا لسيدنا محمد ويرسموه ويوصفوه بالطريقة المسيئة دي أكمل معاهم؟ أشتغل معاهم؟ اللي حصل ده مهزلة، وأنا لو في إيدي هرد عليهم، لكن كل اللي أقدر أعمله هعمله. شغلي كله الشركات والمعارض، وكل شراكة بيني وبين فرنسا هتتصفى، ومن دلوقتي في دول الخليج كلها تتمنى أن يشتغل معاها، في شباب مالين البلد ودول صناع المستقبل، مش متوقفة على بلد زي دي، وهم اللي هيخسروا مش أنا. لو كل واحد هيعمل زي ما أنا هعمل هتبقى ضربة اقتصادية ليهم في الأرض. اتفضل هاتلي العقود والشرط الجزائي، وأنا عارف ومركز أوي إن الشرط الجزائي اللي علينا عدت المهلة المطلوبة، وقت ما أحب أصفي هصفي. اتفضل وحالا. آدم باشا كل الناس زعلانة طبعا، لكن حضرتك فكر شوية، أنت كده هتتعرض لخسائر مهولة. وأنت هتحاسبني يا رشوان؟ هتحاسبني في مالي؟ أعمل إيه وما أعملش إيه؟ العفو يا آدم باشا، أنا بوضح لحضرتك عن كمية الخسائر اللي حضرتك هتخسرها من ورا التصرف ده. أنا عارف إن الشرط الجزائي كلها مدة وخلصت، لكن برضو هتخسر، فانا برجوك ما تاخدش قرار وحضرتك متنرفز. حضرتك هتخسر بالظبط نص املاكك، وانا هعتبر نفسي ما سمعتش حاجه، ونص املاكي اللي انا مش هخسرها انا هعتبرها املاكي كلها، وتسمع اللي بقولك عليه، فاهم يا رشوان؟ فاهم يا ادم باشا. العقود في ثانيه تكون قدامي. حاضر يا باشا. ايه الراجل المجنون ده؟ في حد عاقل يعمل كده؟ يصفي شغله كله في فرنسا؟ هو ده التخلف بعينه. وانا مالي، يكشي يخسر كل حاجة ولا يولع هو وعيلته؟ عامل لي فيها مثال النضال، مش هيرفعوا لك العالم يا اخويا، جاتكم الهم. مراد دخل غرفة الاجتماعات. بابا حضرتك كويس؟ طارق حكالي كل حاجة عن الصور المسيئة وعن رئيس فرنسا. مراد اتضايق جدا. طارق حكاله عن اللي ادم ناوي يعمله، وان زياد وزين نزلوا يجيبوا كل ملفات من الارشيف وطلعين مع كام موظف. مراد شاف ابوه متضايق، ومراد قال له احنا معاك في اي حاجة انت هتعملها. ادم امر مفيش حد يمشي من الشركه في اجتماع طارق. رجعوا كل الملفات واتفقوا على كل حاجه. زياد، انت مش مجبر تعمل زي ما انا بعمل انا وطارق، انت لو عايز تشيب شركتك هناك زي ما هي. كلام ايه ده يا ادم؟ لا طبعا، انا هصفي كل حاجه تخصني هناك وهبدا هنا، وكمان في بلاد كتير جدا هنبدا معاها. اللي اتسبب ده يا ادم رسول الله، اللي بسببه احنا مسلمين وموحدين بالله. دخل عليهم مالك. عرفتوا اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ انا حكيت لبابا كل اللي خاله ادم هيعمله، وقال وانا كمان هعمل زيه، ونزل على الشركه في اجتماع طارق وهيصفي كل شركاته في فرنسا. ومش بس كده، جوز عمتي هنا اشرف عزيز عرف من بابا ونزل هو كمان عشان يصفي، ودكتور محمد عزيز كلمني لان عمه اشرف قال له يروح له حالا على شركه عزيز، وكان بيسال عليك يا خاله لانه اتصل عليك وتليفونك مقفول، وقال لي حكايه ان ابوك بيصفي واخويا اشرف بيصفي. حكيت له اللي حصل واتضايق جدا، وقال انا رايح لاشرف حالنا عشان نصفي كل حاجه. والله لو كل واحد عمل مقاطعه شهر واحد حتى لو بالتهديد هيفكروا الف مره قبل ما يسيئوا للاديان وخصوصا الاسلام. رشوان دخل وقدم العقود. زين اخذها منه واستاذن عشان يخرج، وقال لادم: ادم باشا انا هستاذن عشان وقع في الارض من شده الضرب والبوكسات اللي ورا بعض. كلهم بصوا لمراد، وانه هجم على المحامي بوكسات من عينه ومناخيره كلها كانت بتنزل دم. انت اتجننت؟ مراد ما ردش على ادم، وراح مسك رشوان وقومه من على الارض. يعني وانت خارج من الاوضه كنت بتشتم على ابويا؟ انا سامع كل كلمه، تحب اسمعك تاني قدامهم؟ انت قلت ايه؟ اسمع روح امك. ايه الراجل المجنون ده؟ كنت تقصد بيها ادم العدوي؟ في حد عاقل يعمل كده؟ يصفي شغله كله في فرنسا
برضه تقصد ادم العدوي. اهو ده التخلف بعينه، وانا مالي يكش يخسر كل حاجه ولا يولع هو وعيلته. عامل لي فيها مثال للنضال، مش هيرفعوا لك العلم يا اخويا، جاتكم الهم. وكل ده تقصد بيه ادم العدوي ابويا انا؟ لا، مش هيرفعوا الادم العدوي العلم، لكن هيرفعوا راسه يوم القيامه لما الرسول يسال المسلمين عملتوا ايه عشاني لما تسبيت، يرد ويقول له انا حاولت وعملت لكن ما عملتش كل حاجه لكن حاولت. ادم العدوي غار على دينه وغار على الرسول اللي هو رسولك انت كمان، وانك تدعي عليه يولع هو وعيلته، فده من قانوني انا مرفوض. مراد اداله بوكس كمان، انت تطلع من هنا على بيتكم تلبس طرحه وتقعد جنب اختك في البيت وما شوفش وشك في الشركه دي تاني، ولو لمحتك اقسم بالله هعمل لك عاهه. انا اسف يا ادم باشا، والله اخر مره زلت لسان. بتدعي على عيلتي وانت شغال معايا 12 سنه يا رشوان؟ سمعت كلام مراد بيقول لك ايه؟ تنفذ كلامه بالحرف الواحد، وصدقني ابني لما بيوعد بيوفي يا رشوان، فاهم؟ خرج وقلبه مليان غل وحقد. انا اسف يا بابا اني اخدت قرار برفض الكلب ده، بس غصب عني، انا سامعه انا بكلم فهد في التليفون ومعرفش بيشتم على مين ومين اللي عايز يصفي شركاته، بعدها فهمت. انا اسف. تتاسف على ايه؟ اتخذت القرار الصح، ودي شركتك واللي تشوفه صح اعمله. تمام كده يا زياد، انا عايزك انت وزين تسافروا بكره على فرنسا، هتقابل المحامي اللي هناك وهتصفوا كل حاجه تخصني وتخص طارق وملك، وهتاخدوا الصور العقود الاصليه ومعاها نسخ منها، وكمان تسيبوا نسخ منها هنا في الارشيف محدش عارف الظروف، وتبيع كل الاسهم وكل سنتي يخصنا، فاهمين؟ وكله بالعقود. تمام تمام، الله المستعان. طارق اتصل على بيتر عشان يجيب مازن المحامي التاني، واتجدع وشغال معاه من زمان. ماشي. طلع تليفونه بيتصل وسمع صوت رنت موبايل بيتر وهو داخل عليهم، وطارق فصل. بيتر باين عليه الزعل لانه خساره ادم هتكون كبيره، لانه عارف كل حاجه من جاسر. مساء الخير يا جماعه. مساء الخير. ما تزعلوش يا جماعه اللي حصل، ربنا هيجيب حقكم ان شاء الله. انت عرفت؟ طبعا عرفت، انجي وكارولين قالوا لي وزعلانين جدا، وكارولين نزلت هاشتاج بمقاطعه فرنسا، هاشتاج الا رسول الله. انا مش عارف هيستفادوا ايه، لازم يعملوا بلبله وخلاص. تزعلش يا ادم، احنا معاك، وخصوصا ان الشعب المصري الوحيد المسيحي ومسلم فيه ايد واحده، وان شاء الله المقاطعه هتجيب نتيجه. انا سمعت ان حصل في فرنسا دلوقتي حريق ضخم جدا في ميناء لوهار شمال فرنسا. انتظر يا صديقي العقوبه الالهيه. بعد فتره ادم رجع البيت مع زين ومراد، وكل العيله كانت منتظرهم، وكمان نور وفهد ورينو. الكل كان زعلان والحزن كان مسيطر على كل المسلمين. تاني يوم زياد وزين سافروا، ورجال الاعمال اللي هناك لما عرفوا من زين انهم جايين مخصوص عشان يصفوا اتصدموا، لان دي خساره كبيره جدا ليهم وضربه قاضيه. حاولوا يتواصلوا مع ادم لكن ادم رافض التواصل معاه نهائيا. تم تصفيه الحسابات والشركات والمعارض، وحسب الاجراءات تمت التصفيه بعد اسبوعين. ادم حس براحه نفسيه وكان مبسوط لانهم شايفين ان فرنسا خسارتها بتزيد. عدى اسبوع كمان، فريحه نازله على السلم وفي انتظار وصول ولي العهد. وقفت مره واحده على السلم. مراد، عفاف لعبد العزيز. انا خلاص زهقت يا عبد العزيز، زهقت. يعني انا اللي فرحان يا عفاف؟ ما هي مغمقه عليا قبل منك. احنا بعنا حته التلفزيون اللي حليتنا، وبعنا السفره، كلمت الجيران حد يشتري الانتري، وانت في رقبتك 3 عيال، والمدارس فاضل لها اكتر من شهرين وتفتح، قول لي هنعيش ازاي؟ كفاكي بقى يا عفاف، حرام عليك، انت بتزوديها عليا ليه؟ يا رب خدني عشان يرتاحوا. بعد الشر عليك، ليه بتقول كده؟ انا مش قصدي ازودها عليك، انا بس تعبت من كتر التفكير، وبنتك اللي في ثانوي وابنك في اعدادي والتاني في ابتدائي، وانت من ساعه ما اصحابك في الشغل منهم لله سرقوا منك البضاعه ووقعوك فيها ورفدوك، واحنا مش عارفين نعيش. مرتبك كان يدوبك سترها معانا وماشيين بيه نفسنا، لكن انت سايب شغلك اكتر من 3 شهور ومفيش اي شغل متوفر لك، وبنبيع في العفش زي ما انت شايف. انا بتكلم معاك من قهرتي، مش بحملك اكتر من طاقتك. لا يا عبد العزيز، انت عارفني، ده انت عشرة عمري، ده نستحملك لحد اخر يوم في عمري، بس عيالك وجعين قلبي يا عبد العزيز. بتعيطي ليه دلوقتي؟ سيبيها على الله. انا هنزل دلوقتي اشوف اي تاكسي اشتغل عليه، ان شاء الله اشتغل نص يومية، اهو نجيب قوت يومنا. والله يا هتفرق، احنا عايشين في رضا ربنا، لا عمره اذينا حد ولا اتمنينا الاذى لحد، وان كان على اصحابي ايه يعني، ضحكوا عليا وسرقوني، وقفوا حالي وبسببهم اترفدت من شغلي. انتي مفكرة انهم هيفلتوا من عقاب ربنا؟
ده كفاية ان اقول حسبي الله ونعم الوكيل.